وللحديث عن الأوضاع الإنسانية للنازحين في إدلب والمناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية، معنا من الريحانية على الحدود السورية التركية الأستاذ مصطفى النعيمي الإعلامي السوري. مرحبا بك معنا سيد مصطفى. تحياتي لكم وللسادة المشاهدين الكرام. أهلا بكم. كيف يمكن وصف الأوضاع الإنسانية في إدلب، ولماذا توجهت الأمم المتحدة لخفض مساعداتها هناك؟ الأمم المتحدة توجهت إلى خفض مساعداتها بشكل عام إثر جائحة كورونا، وذلك عبر قرابة العامين. نحن نتحدث عن جائحة كبيرة اجتاحت العالم بشكل عام، مما أدى إلى تقليص المساعدات الإنسانية حتى خارج سوريا. يعني هنالك ربما البوابة السورية هي الأعمق، يعني أعمق تلك الجراح التي تجري في المنطقة، لكن بشكل عام هنالك تخفيض للمساعدات الإنسانية، سواء كان من خلال الأمم المتحدة أو من خلال حتى المنظمات المحلية أو حتى المنظمات الإقليمية. هنالك تخفيض لها تلك المساعدات بسبب الجائحة، جائحة كورونا التي اجتاحت العالم وأثرت على المسار الاقتصادي بشكل عام. وكذلك أيضا هنالك في الداخل السوري، هنالك يعني المنطقة الآن رهينة المقذوفات أو القذائف الصاروخية والسلاح الجو الروسي، كلها تعطي يعني كلها تعطينا مؤشرات على أن استمرار تلك العمليات العسكرية بالنتيجة لا يمكن استثمار في هذه المناطق أو منطقة خفض التصعيد الأخيرة في الشمال السوري، وهذا بالنتيجة سينعكس سلبا على المواطنين وسيؤدي بالنتيجة إلى رفع أسعار الغذاء والدواء وكذلك المحروقات. وإذا ما عدنا إلى قضية ارتفاع تلك الأسعار، أعتقد بأنها مرهونة أيضا بمدى فعالية تلك المقررات الأممية التي من المفترض أن يكون هنالك تطبيق لها، لكن في حقيقة الأمر حتى هذه اللحظة تلك المقررات الأممية لا يعني لم تعد سوى يعني مقررات ورقية لا يمكن تطبيقها على الواقع السوري، نظرا لزيادة نفوذ الميليشيات الإيرانية بشكل خاص وباقي الميليشيات المتواجدة الرديفة التي تقاتل في هل صفوف تتوقع النظام. عودة المساعدات تدريجيا في الشهور المقبلة، خاصة أن اللاجئين والنازحين أمام شتاء قارس قادم؟ نعم، من المؤكد أنه سيكون هنالك عودة تدريجية لتلك المساعدات، لكن لا يمكن أن تكون عبر منافذ التي يشرف عليها النظام السوري، سواء كان من خلال الهلال الأحمر السوري أو من خلال المؤسسات الرسمية السورية. لا يمكن إدخال تلك المساعدات، وبحد ذاتها هنالك قانون قيصري يمنع تلك البوابات التجارية الاقتصادية أو حتى المنظمات التي ترتبط مع النظام السوري، نظرا لأنها لديها سجل كبير من الجرائم المرتكبة المركبة. وإذا ما عدنا بعين أخذنا بعين الاعتبار أن هنالك بعض الخيام التي أرسلت للمهجرين قسرا في بعض المناطق، سواء كان في مخيم اليرموك أو محيطها، كان النظام السوري يستخدمها في عملية تمويه على إرسال القوافل العسكرية، وهذا هنالك كثير من الصور تثبت ذلك. وكذلك أيضا استثمار المواد الغذائية وتوزيعها على المناطق الموالية، في حين أن هنالك الكثير من المناطق قد ماتت جوعا. وعلى سبيل المثال للحصر، هنالك مدينة دارية، هنالك لمع الضمية، هنالك الغوطة الشرقية، هنالك عدة مدن قد عانت من هذا السلوك، سلوكيات النظام بشكل عام. وكذلك أيضا الدعم الروسي هو الذي يستثمر الفيتو من خلال مجلس الأمن أو حتى من خلال التمرير العمليات المساعدات الإنسانية داخل سوريا، هي بالنتيجة في عهدة النظام الروسي الذي يقوم بتمرير تلك المساعدات إلى مناطق النظام وترك مناطق المعارضة بشكل عام. ألا تعتقد أن النظام وروسيا يحاولان تسييس ملف المساعدات واستغلاله توازيا مع تأجيل دخول المساعدات كما أشرت قبل قليل؟ نعم، من المؤكد أن النظام السوري والروسي أيضا يسعيان إلى تسييس الملف السوري بشكل عام وفرض واقع أن النظام السوري بات يسيطر على الخارطة السورية، وهذا أعلنه صراحة بأنه هو الذي يسيطر على كافة المنافذ الحدودية، وهذا ما يسعى إليه من خلال الخطة الروسية استعادة الخارطة السورية بيد ما تبقى من الدولة السورية. لكن في حقيقة الأمر لا أعتقد أنه يعني وفقا لقراءة الخارطة العسكرية، أعتقد أن هنالك مناطق نفوذ متعددة، ولا يمكن النظام السوري أن يكون أن يساهم بشكل أو بآخر في عملية تمرير تلك المساعدات الإنسانية أو حتى عملية توزيع تلك المساعدات الإنسانية بحيادية، سواء كان من خلال المنظمات المرتبطة به أو حتى المنظمات العاملة في مناطق سيطرته، لأنه يفرض عليها آلية التوزيع ومناطق التوزيع وإيصال تلك المساعدات إلى مناطق معينة بحد ذاتها وترك مناطق محاصرة. كل ذلك يشير بأن النظام السوري غير معني بأي حلول سياسية أو حتى على الصعيد الإنساني، يعني غير معني بالمساعدات الإنسانية التي تمر من خلالها، حتى أنه يستهدف
ما زال يستهدف قوافل المساعدات الإنسانية داخل الأراضي، داخل مناطق المعارضة، أيضا يستهدف القطاعات الطبية الصحية العسكرية عفوا الإغاثية، وحتى منها المدارس. كل ذلك يؤكد على أن النظام السوري والروسي غير معنيان في إنجاز أي حل داخل سوريا على المدى القريب على في أقل تقدير، وخاصة أن روسيا اليوم هي تدير العمليات العسكرية داخل سوريا من خلال استخدام سلاح الجو، كذلك أيضا الميليشيات الولائية متعددة الجنسيات تشرف على العمليات البرية في عدة محاور، من أبرز تلك المحاور هي محيط ريف حلب الغربي، وكذلك أيضا مدينة سراقب، كذلك محيط جبل الزاوية. شكرا لك الأستاذ مصطفى النعيمي الإعلامي السوري، كنت معنا عبر سكايب من الريحانية.